كان في اكتر من حد قبل كده نصحوني ان انا علشان اخلي المحتوى بتاع القناة يبقى اسرع وفي فيديوهات عليها مشاهدات كتير والناس تتابع المحتوى كده، ان انا لازم اعمل فيديوهات من النوعية بتاعة التنمية البشرية اللي هي الفيديوهات بتاعة التحفيز، ان انا اطلع كل فترة كده واقول لك مثلا ازاي انا نجحت في الثانوية العامة، ازاي جبت مجموع، ازاي دخلت الكلية، ازاي وازاي وازاي، يعني ابدأ ان انا احاول احفزك بشكل زايد علشان لو عندك احباط او حاجة تسمع الفيديوهات دي فتقوم تذاكر فتحب الموضوع، فكل شوية تبدأ ترجع للقناة تاني عشان تتفرج على نفس الفيديوهات. لكن انا من النوع اللي ما بيحبش الفيديوهات دي، انا كنت بحب اتفرج على الفيديوهات الخاصة بالتنمية البشرية، بس لما قعدت مع نفسي كده وبدأت اشوف بعد ما بسمع الفيديوهات دي تأثيرها عليا بيبقى عامل ازاي وبيستمر قد ايه بالظبط الموضوع، يعني لقيت ان هو مضر مش مفيد. المشكلة في الفيديوهات بتاعت التنمية البشرية انها حلوة ككلام، بس كحل عملي لمشكلة عندك في المذاكرة، في تنظيم الوقت، في ترتيب يومك، هي مش حل. ان انا مش بطلع اقول لك حل المشكلة، انا بطلع اقول لك كلام. الكلام حلو، الكلام وانت بتسمعه كده انت بيجي لك كمية طاقة تحس ان انا خلاص همسك الكتاب هقطعه من المذاكرة، وفعلا بتعمل كده، بس الموضوع ما بيقعدش كتير، يعني الموضوع ممكن يقعد معاك يوم بالكتير قوي، تيجي تاني يوم تلاقي ان انت اوحش من اليوم اللي قبله، وان انت غصب عنك هتشوف ايه اللي ريحك في اليوم اللي فات وخلاك تذاكر اللي هي الفيديوهات دي، فهتبدأ ترجع لها تاني. الفكرة ان بيكون عندك شوية طاقة المفروض ان انت تستغلهم عشان تبدأ تنظم تفكيرك وتنظف وقتك عشان تشوف ايه المشكلة وازاي نحلها. انت لا، انت بتوظفهم بالشكل الغلط، انت بتحطهم كلهم في وقت واحد في ساعة او في ساعتين مذاكرة، وبتتفاجئ بعد كده ان الحماس الكبير قوي اللي كان عندك في الاول زقك زقة كده ونزلت تاني، كأنك بالظبط رميت كرة في السماء عمرها ما هتكمل، كده كده هتقع تاني، عشان وانت بترميها انت مش عارف انت موديها فين، انت بترميها وخلاص. نفس الموضوع الفيديوهات بتاعت التنمية البشرية، انت بتسمعها بتاخد زقة، بس بنسبة كبيرة الزقة دي بتكون في الاتجاه الغلط. عشان تحل مشكلة عندك زي مشكلة ان انت مكتئب او متضايق من المذاكرة او مخنوق او ايا كان بقى المشكلة اللي بتقابلك وانت بتذاكر، انت محتاج اولا تحدد ان والله دي مشكلة وان انا محتاج خطوات حقيقية عشان ابدأ احل بيهم المشكلة دي. لو مشكلتك في الدروس تبدأ تشوف ايه اللي عامل المشكلة، هل في درس معين الميعاد بتاعه مخليني متلخبط في اكتر من مادة، ولا هل في مدرس انا مش مرتاح معاه، هل في نظام ماشي مثلا في سنتر معين انا مش قادر اتقبل النظام ده، هل في مادة معينة انا مش عارف افهم المادة دي سواء بسبب المدرس او بسبب ان انا مش بذاكرها بوقت كافي، هل انا بستخدم التليفون بشكل كبير فبيخليني اضيع وقت. اصلا استخدامك للتليفون بشكل كبير مش بس بيضيع وقت، ده كمان بيخلي الوقت اللي انت بتحاول تعمل فيه حاجة مفيدة زي المذاكرة بدل ما هو بيكون ممل سيكة هو بيكون ممل كتير كتير قوي، عشان الطبيعي ان في يومك انك بتروح دروس، بتتكلم مع اصحابك بتاع، وبترجع تذاكر، فمقارنة باللي انت بتعمله طول اليوم المذاكرة مش ممل قوي. انما لو يومك معظمه معتمد على التليفون فلا، انت هنا مش بتتكلم على حاجتين، واحدة مملة شوية اللي هي المذاكرة والتانية عادية اللي هي التليفون، لا انت بالنسبة لك التليفون ملاهي، العاب، فيديوهات، تسالي، اصحابك بتاع، فانت بالنسبة لك التليفون حاجة في قمة التسلية، انك تسيبها وتروح للمذاكرة ده عبء نفسي كبير. حتى لو قدرت تعمل كده بتلاقي ان انت خمول كده وكسلان بشكل مش طبيعي وانت بتذاكر، فاستخدامك للتليفون يكون قليل حتى لو عندك الاقتناع كده ان انا لا انا بستفيد من التليفون عشان انا بحضر دروس اونلاين او ان انا بشوف فيديوهات او بتاع. الحاجات دي ممكن تعملها على لابتوب، على كمبيوتر، على تابلت، هيكون افيد لك بكتير وارحم لك من انك تتعامل معاها على التليفون. المهم لما يكون عندك مشكلة في المذاكرة زي اللي ممكن تكون حاصلة دلوقتي، ان الناس عادي يعني بداية من شهر 10 انت يمكن مرتحتش قوي مع المدرس اللي انت واخد معاه في مادة، انت حاسس انك ما بدأتش مع انك فعلا بدأت في مواد، فعلا ممكن تكون ما بدأتش خالص، في حوارات كتير ممكن تكون حاصلة معاك وانت خايف، انت بالنسبة لك خايف تكون السنة بتجري، خايف تكون فوتت كتير، خايف تكون متأخر، ففي حاجات كتير طبيعي تبقى ملخبطاك في الفترة دي.
فاللي المفروض تعمله دلوقتي حسب الحالة بتاعتك تبدأ تقعد تتشاور مع أهلك، مع لو ليك حد مثلا من أصحابك كان في تالتة السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، تقعد تاخد رأيه، تتكلم مع الناس، مش أي حد يقول حاجة تسمعها منه. لما تيجي تتكلم معايا المفروض إن أنا عشان أعرف أنصحك نصيحة كويسة تنفع معاك لازم أعرف منك كل حاجة، إنما تقولي أنا عندي مشكلة في المذاكرة فاجي من غير أصلا أنت ما تتكلم ولا تكمل أجي إيه لك أعمل واحد اتنين تلاتة. طب أنت عرفت منين إن الواحد اتنين تلاتة دي هتنفع معايا؟ أنت أصلا ما سمعتش مشكلتي، والله هي نفعت معايا ونفعت مع فلان. طيب ما أنت يا اللي بتسمعني أنت غيري وأنت غير فلان، فالكلام اللي بيتقال في أي فيديو سواء بحسن نية أو لأ، الكلام ده يا إما حد بيقوله بناء على تجربته الشخصية نفع معاه هو، يا إما حد نصح بيه حد تاني فاشتغل فبيقوله لك، يا إما هو مجرد كلام اتقرأ مثلا على النت وبدأ إن هو يتكرر على لسان أكتر من حد. الفترة دي بتاعة شهر 10 عادي، عارف إن أنت الآن متوتر خايف خصوصا لو لسه في مواد معينة ما بدأتش فيها، ايا كان المادة اللي انت لسه ما بدأتش فيها او المادة اللي عملك مشكلة، اقعد مع نفسك وابدأ حط خطة تمشي بيها. في حاجات كتير ممكن تساعدك، موضوع انك تعمل جدول للمذاكرة مش دايما بيكون فعال، ساعات بيجي بنتيجة عكسية. فكتجربة شخصية لما كنت في ثانوي لما كنت بحب انظم يومي كان بالنسبة لي الحاجة اللي هشغل بالي بيها النهاردة هي اللي مطلوبة مني بكرة في الدروس. انا كان عندي درس الانجليزي مثلا الفجر او مش الفجر الساعه 6 الصبح، فكان بالنسبه لي قبل ما انام اللي يشغلني ان انا اولا اصحى بدري عشان الدرس ده، تاني حاجه ان انا يكون عندي الكتاب حلل فيه الواجب عشان لو حتى ما صحتش بدري ابقى برضه حلل الواجب واعرف اروح الدرس انا مرتاح. ما عنديش غير درس انجليزي بكره يبقى مش هفكر غير في الانجليزي، اللي يشغلني النهارده هو الانجليزي، هو ده الجدول بتاعي، هو ده الجدول اللي مهما المواعيد اتغيرت مهما المدرسين اتغيروا كده كده انا ماشي عليه، اللي عليا بكره هو اللي ببدا اشغل بالي بيه. الثانويه العامه سنه طويله بس بتخلص بسرعه، انت بيتهيالك هي طويله كرقم 10 شهور، بس هل انت حسيت مثلا ان في شهرين عدوا لو انت بدات من شهر 8؟ ما حسيتش، وهتلاقي ان شهر ورا شهر ورا شهر ورا شهر، سواء انت بتتعب في مذاكرتك او انت مطنش، في الحالتين هتلاقي الوقت بيعدي بسرعه. ايا كان المادة اللي عندك فيها مشاكل ابدأ ظبطها، لو حتى في مادة انت لسه ما بدأتش فيها بلاش بالله عليك تحمس زيادة عن اللزوم وتمسك المادة دي تقعد تذاكر فيها 10 ساعات في يوم وبسبب ال10 ساعات دول تحس انك اتحرقت خالص فتقعد اسبوع ما بتفتحهاش. اللي عنده مشكلة المفروض يفكر فيها بالعقل، عندك شوية حماس ربنا كرمك بيهم ابدأ امسك ورقة وقلم وشوف المادة دي المفروض تمشي بيها ازاي. زي ما قلت لك انا ما عنديش حاجة اقولها لك تنظم لك كل الدنيا دي، علشان ببساطة كل واحد مننا عنده كيس او حالة مختلفة، يعني في الناس اللي مش عارفة تمشي في مادة بسبب ان هم مش متأسسين كويسين فيها او ان هم مضغوطين من مواد تانية او ان هو المدرس اللي معاه مش احسن حاجة او ان هو بدأ متأخر فضغط نفسه ففي حاجات فاتته، كل واحد مننا ليه الحالة الخاصة بيه. لو عندك مشكلة في نظام المذاكرة في التوهان لسه ما بدأتش أي حاجة من المشاكل دي، دي الأرقام بتاعت الواتساب أنا اللي موجود مفيش حد، ممكن تتواصل معايا أو تتواصل معايا على الفيسبوك وتبدأ تحكي لي الحالة بتاعتك أنت عشان أفهم أنت بالذات محتاج إيه، إن الكلام العام زي ما قلت لك هو ممكن ينفع مع واحد وفي نفس الوقت يودي واحد تاني في داهية. فيديوهات التنمية البشرية مش حاجة وحشة، بس انت لما تسمعها ما تسمعهاش بنية ان انا هاخد من الحاجات دي جرعة كده اكني واخد فيتامينات او واخد مخدرات تخليني هاي قوي لفترة قليلة بعد كده ارجع لنقطة الصفر تاني، وساعات بترجع شوية قبل الصفر. فيديوهات التنمية البشرية، فيديوهات التحفيز اللي بتسمعها من المدرسين، انت هتكون دكتور، انت هتكون مهندس، انت هتعمل وهتعمل وهتعمل، لو الفيديوهات دي بتديك حماس حافز شوية خلي الحافز ده يفضل مكمل معاك لفترة طويلة عن طريق ان انت تستغله في وضع خطة تكمل معاك، ما تحرقش شوية الطاقة اللي عندك في المذاكرة 10 أو 20 ساعة بشكل مش طبيعي ومش مطلوب. انا مثلا من النوع اللي ساعات فيديوهات التنمية البشرية دي كانت بتحط عليا شوية ضغط،
انا بسمعها عشان اتحفز واذاكر، بس ممكن اخاف، ممكن الفيديوهات دي تحط عليا ضغط انا في غنى عنه. يعني انت عمال تقول لي دكتور دكتور دكتور، طب افرض انا ما كنتش دكتور او ما جبتش، طب هل حياتي هتقف؟ هل حياتي هتنتهي؟ الفيديوهات دي ساعات الناتج بتاعها عليك بيكون بأثر سلبي. مرة تانية ما تنساش، التليفون مش بس بيضيع الوقت اللي انت بتمسكه بيه، بيخلي الوقت بتاع المذاكرة أصعب مليون مرة. خش احكي لي المشكلة بتاعتك، لو عندك مشكلة معينة في المذاكرة، عندك مشكلة في التأسيس في الإنجليزي، عندك مشكلة مع الفيزياء، لأن الفيزياء من المواد اللي محتاجة وقت شوية في الأول. أنا مش مدرس إنجليزي قوي، أنا مهندس، وبالتالي أنا باخد فيزياء طول وقت في الكلية، فأنا فاهم فيها شوية وعارف إن الفصل الأول محتاج ياخد وقت عشان تتعود على المصطلحات بتاعته، وعلى إيه يعني إيه كهربية وتيار وفولت ومقاومة كل الحاجات دي. فدي الفصل الأول في الكهرباء وقته. الكيمياء أنا عارف برضو إن هي تقيلة شوية في الأول، سواء بدأت بالعضوية أو بدأت بالباب بتاع الحديد، بتلاقي إن أنت محتاج تحفظ شوية حاجات كتير شوية، الريتم مختلف عن اللي أنت كنت متعود عليه في قلوة تانية. بس كل المواد يعتبر بمجرد ما بتبدأ جد وبتلتزم مرة مع مرة مع مرة، بتحس إن ده هو الوضع الطبيعي، أنا ما عنديش مشكلة إن السنة كلها تكمل على الوضع ده. بالنسبة للمنهج الإنجليزي اللي بتشرح هنا على القناة، فأنا متفاهم فكرة إن أنت تبقى عايز فيديوهات جديدة تنزل كل أسبوع، وده بيطمنك أكتر إن أنت بتذاكر المنهج بتاعك، مش حاجة مش عليك أو كانت قديمة. بس منهج الإنجليزي من ساعة ما نزل لحد دلوقتي ما اتغيرش، كل المناهج بتاعتك ما اتغيرتش، وبالتالي لو كفيزياء رياضة أحياء بتاع، مهما ذاكرت أنت برضو سواء الفيديو قديم أو جديد أنت بتذاكر نفس المنهج اللي عليك دلوقتي. يمكن المواد التانية نظام الامتحان اختلف شوية، بقى معظمه اختياري، انما الانجليزي يعتبر دلوقتي هو هو، ما عدا بس حتة ان القصة زادت. فانت وانت بتسمع فيديو يونت 1 او 2 او 3 او غيرها، انت بتسمع فيديو بتاع السنة دي اكنه هو هو الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، اكنه هو هو الفيديو بتاع السنة اللي قبلها. خش على القناة هتلاقي فيه لينك او في قائمة تشغيل فيها حوالي 32 فيديو، دول فيهم شرح القواعد بشكل كامل كل الوحدات، فيهم الكلمات بتاعت اول 6 وحدات في صورة قصص. لو انت متابع القناة فانت عارف يعني ايه الكلمات تشرح في صورة قصة، خش هتلاقي 6 وحدات، اول 6 وحدات موجودين، وحتى المنهج بتاع الترم التاني هتلاقيه برضو مشروح ومراجعات، يعني كل حاجة في الانجليزي موجودة. لو عايز تمشي بجدول في الانجليزي خلاص، انت حدد لنفسك يوم، مثلا كل يوم سبت هخش اتفرج على فيديو، خلاص الفيديوهات موجودة واتفرج عليها وقت ما تحب، وكلها بشكل مجاني. ده الفيديو بتاع النهاردة. مرة تانية، ابعد عن التليفون لما تسمع فيديو تحفيز، فاسمعه بهدف ان انت تصفي ذهنك شوية، وان انت الصورة تكون واضحة قدامك، بحيث تبدأ تحط خطة وخطوط حقيقية تخليك تحل المشكلة بتاعتك. لان مشكلتك في المذاكرة مش انك ما عندكش حماس، المشكلة في ايه الحاجة اصلا اللي بتستهلك حماسك ده. يعني انت بتعملش حاجة طول اليوم، او انت معاك ناس في الدرس الدنيا معاهم تمام، فليه انت في حاجة موجودة عمالة بتستهلك وبتحرق في حماسك ده؟ ده كان فيديو النهاردة، شكرا ليكم، وشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.